سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها قرارات ميليشيا الحوثي الأخيرة بحق الصحفيين من حيث الأبعاد القانونية والحقوقية. أصدرت محكمة تتبع ميليشيا الحوثي السبت الفائت قراراً قضى بقتل 4 صحفيين وحبس 6 آخرين سنوات متفاوتة. القرار لقى إدانات واسعة على المستوى السياسي والحقوقي، أولاً كونه استهدافاً مباشراً للحريات الصحفية، ثم لأنه صادر عن جهة غير ذات اختصاص قانوني ومن جهة غير شرعية. القرار لقي أيضاً رفضاً سياسياً على المستويات الدبلوماسية، ومنها على سبيل المثال الخارجية السويدية، وكذلك السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أورون الذي اعتبر اعتقال الصحفيين أمراً سيئاً، وأن قرار الحكم عليهم بالإعدام أمر حقير. وعلى نفس الصعيد رفض أنطوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين القرار الحوثي، وقال معلقاً: سينال القتلى أو قتلة الصحفيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي خضم أجواء الرفض والاستياء من القرارات الحوثية الجائرة بحق الصحفيين، يتبادر التساؤل عن الجهة المعنية فعلا بإنهاء معاناتهم، وكيف يمكن تدارك الأمر. نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة، لكن بعد أن نشاهد سويا هذا الاستطلاع من محافظة مأرب، كيف تحدث الناس وكيف ينظرون للقرارات الحوثية بحق الصحفيين؟ نتابع سويا. نحن في مؤسسة ضمير الحقوق والحريات سبق وأن يعني أصدرنا بيان. هذا البيان يندد بالحكم الصادر من المحكمة الجزائية المختصة ذات غير الاختصاص في عملية الأحكام التعسفية الصادرة في حق 10 من الصحفيين والإعلاميين الذين قضى الحكم التعسفي بإعدام 4 من الصحفيين والحجز على 6 من الصحفيين والإعلاميين في صنعاء. هذا الحكم الجائر الذي يتنافى مع حرية الصحافة والتعبير. الميليشيا الحوثية حكمت على 4 من زملائنا بالقتل، وهي ميليشيا بالأول والأخير لا يمكن أن ترعي أي أحكام أو قوانين أو أعراف دولية. المجلس العالي للقضاء قد أبطل هذه المحكمة. هنا الدور يأتي على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عليه أن يقوم بدوره تجاه هذه الجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثية. المبعوث الأممي دائما يقف يراه اليمنيون واقفا إلى جانب هذه الميليشيا. كيف ينظر اليمنيون أو كيف ينظر الناس لهذا الحكم؟ هذا الحكم ينظر إليه الناس كإحدى جرائم الميليشيا الحوثية التي ترتكب في حق اليمنيين. الميليشيا لم تتورع عن أي قتل، سواء في حق الصحفيين أو في حق المدنيين في تعز أو في حق السجينات. وما شهدناه في الأيام الماضية دليل على الإصرار من قبل هذه الميليشيا على مواصلة انتهاكات في حق اليمنيين. قرار الميليشيات بإعدام الزملاء الصحفيين المختطفين لديهم منذ 5 سنوات قرار إجحافي. الناس ينظرون له بأنه قرار يعني يضيف إلى جرائم الميليشيات جريمة جديدة. التنديدات الدولية، المنظمات الحقوقية، الاتحاد الدولي للصحفيين، الاتحاد الصحفيين العرب، كل المنظمات، كل الهيئات، ما فيها وزارة الخارجية الأمريكية، سياسيين دبلوماسيين أدانوا القرار بما يدل على أنه جريمة بشعة بحق المختطفين وحق الصحفيين، وهذا أيضا يكشف حقيقة الحوثيين تجاه الإعلام والصحافة. ميليشية الحوثي لم تكتفي باختطافهم لمدة 5 سنوات، بل البعض منهم خرج مشلول والآخر قتل. لم تكتفي الميليشيات، هذا هو طبعها وهذا هو نهجها الإجرامي بحق الصحفيين المختطفين. قرار الإعدام قرار يعني إجرامي، وقرار يصب دائما في إلى سجلهم الإجرامي، يسجل ضمن عملهم الإجرامي الذين لا ينتهكون كل أرحب بضيفي من مأرب الناشط والضاح المنصوري، شقيق الصحفي توفيق المنصوري المحكوم بالإعدام من قبل ميليشيات الحوثي. سيد والضاح، أسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا، أسعد مساك. أهلا بك سيد والضاح. يعني كيف تلقيتم الخبر كأسرة الصحفي المنصوري المختطف
من قبل ميليشيا الحوثي، يعني الحكم الأخير والجائر، كيف تلقيتم الخبر؟ في الحقيقة في الوقت الذي كنا ننظر فيه للعالم وهو يتابع تفشي فيروس كورونا، كنا ننتظر أن تتم إجراءات الميليشيات الحوثية وفق ما تقوم به الدول الأخرى، الإفراج عن السجناء احترازا لتفشي الوباء. لكن الميليشيات الحوثية عمدت إلى استخدام إجراء آخر، وهو إصدار الأحكام القتل بإعدام شقيق الصحفي توفيق المنصوري وزملائه. وقع الحكم كان كالصاعقة، يعني علينا مرعب، لا أستطيع أن أصفه في كلمات ولا أقدر أن أعبر عن اللحظات التي عشتها أنا وأسرتي وأسر الصحفيين المختطفين. أو في لحظة من اللحظات توقعتم أن يكون أو أن تقدم الميليشيا لقرار كهذا، أم أن الأمر كان يعني غير وارد بالنسبة لكم؟ تقدر يعني احنا ما نقدر كنا انه حتى نتوقع التوقع هذا انها ربما تصدر الحكم. صح انها لا زالت كانت تختطفه في سجونها منذ 5 سنوات، كنا نتابع تصعيدها المستمر في منذ اختطافه، التعذيب، الإخفاء القسري، المعاملة السيئة، الحالة الصحية التي وصلها مع زملائه المتردية. لكن يعني حقيقة لم نكن نتوقع أنها ستتجرأ وترتكب حماقة وأمر أرعن بهذا الشكل وتصدر حكم إعدام أو قرار إعدام، هو أمر قتل، هو قتل وليس إعدام، لأنها ليست جهة محولة للشرعية وليست جهة ذات اختصاص بالفعل. ولكن نعم سيد وضاح، يعني ما الذي قررتم فعله اليوم؟ يعني بعد هذا القرار والإجراء، ما الذي قررتم فعله اليوم أنتم كأسرة توفيق وأيضا بالتواصل مع بقية أسر المحتجزين وأيضا المتضامنين مع هذه القضية؟ بصراحة مثل ما قلت لك في البداية، نحن كان مفاجئ جدا، كان الخبر مخيف ومرعب بالنسبة لنا، لم نستطع تحمله ولا تبعاته. لذلك كل ما استطعنا ان نعمله او ما قررنا ان نعمله هو ان نتوجه لاصحاب الضمير، اصحاب الضمائر الحيه ومناصري حقوق الانسان والصحافه، للتضامن معنا، للوقوف الى جانب زملائهم المختطفين في سجون الميليشيات الحوثيه منذ 5 سنوات، ومناصره قضيتهم والضغط على الميليشيات الانقلابيه للافراج عنهم. وكان للحمرة دور إيجابي، ونشكر وكل من وقف معنا مع قضية الصحفيين المختطفين وناصرهم من إدانات وتضامن والضغط ومطالبة بالإفراج عنهم. لازلنا نشد على أصحاب الضمائر الحية ومناصر حقوق الإنسان والصحافة بشكل عام في مختلف في مختلف العالم للاستمرار في هذا في عمليات الضغط على الميليشيات الانقلابيه والادانه والتضامن مع اخوانهم المختطفين في سجون الميليشيات. اذا جميل، ساعود اليك وضح، ساعود اليك وسنكمل الكثير من النقاط، تكرم بالبقاء معي. واذهب الان مشاهدينا للترحيب بضيفي المحامي عبد الرحمن برمان، سينضم الينا من مدينه ميشيغان، رئيس المركز الامريكي للعداله. سيد عبد الرحمن، مساء الخير. مساء النور، مساء النور لك وضيفك الكريم وايضا للمشاهد جميعا. اهلا بك سيد عبد الرحمن. نتحدث اليوم عن ما اقدمت عليه ميليشيا الحوثي بقرارها الاخير بقتل مجموعه من الصحفيين والحكم بالحبس لمن تبقى منهم. يعني بدايه، كيف تابعت هذا القرار؟ حتى كنا نتابع قضية اعتقال الصحفيين منذ اللحظات الأولى من اعتقالهم في عام 2016 وعملية الإخفاء السري الذي تعرضوا له وعملية التعذيب وأيضا نقل من عدة معتقلات وإحالتهم إلى النيابة أكثر من مرة، لكن كانت النيابة قد أعادت ملفهم الجهات الاستخباراتية الحوثية فأبلغتهم بأنه لا يوجد في ملف ما يستدعي إحالتهم إلى النيابة. استسمحك يا أستاذ عبد الرحمن، سوف أقاطعك هنا، ولكن هي مشكلة في الصوت، لا نسمعك بشكل جيد، سيتم حل المشكلة بالتواصل معك
من قبل الشباب، ومن ثم سنعود إليك مرة أخرى. أذهب الآن لأرحب أيضا بضيفي من سويسرا، سينضم إلينا الصحفي صدام أبو عاصم. صدام، مرحبا بك. مرحبا أخي الكريم، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد صدام. نتحدث اليوم عن ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي باتخاذ قرار بقتل مجموعة من الصحفيين والحكم بالسجن على من تبقى منهم. يعني صدام، كيف تابعت أصداء هذه القرارات وكيف يمكن التعليق عليها كصحفي؟ نعم، كان هذا الأمر صادما للأسرة الصحفية جمعاء داخل اليمن وخارجها، في الوقت الذي يطالب فيه الصحفيون اليمنيون وممثلين بنقابة الصحفيين وكل المنظمات الدولية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من جنود حرية الرأي والتعبير من الزملاء الصحفيين. نتفاجأ بقرار ميليشيا الحوثي بهذا الخصوص، والذي تمثل في حكم ما سمي بحكم إعدام على 4 من الزملاء الصحفيين الذين عانوا ويلات السجن منذ ما يزيد عن 5 سنوات، منذ بداية الحرب وانقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن. كان القرار صادما، وهو في المجمل يعكس عن سلوك هذه الجماعة بحق الصحفيين وبحق كل اليمنيين بشكل عام. نعم، لكن هل كان متوقع أن تقدم على قرار كهذا من خلال يعني متابعتكم للقضية وطريقة التعاطي معها من قبل الميليشيا؟ في حقيقة الأمر لم نكن نتصور أنها ستصل بها سيصل جنونها إلى هذا المستوى وستصدر حكما بالإعدام على الزملاء الصحفيين المعتقلين لديها. في الوقت الذي كانت تسعى منظمات دولية كنقابة الصحفيين ومن معها من الشركاء كالاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل منظمات حقوق الإنسان تسعى للإفراج عن هؤلاء المعتقلين وعن للإفراج عن كل السجناء، خصوصا في هذه الظروف التي يعاني العالم أجمع من وباء كورونا. كل العالم يمنع تجمع الأفراد لأكثر من 3 إلى 5 أشخاص، وكان الوضع وما يزال مأساوي في السجون، سجون ميليشيات الحوثي التي يتجمع فيها عشرات بل مئات السجناء من الصحفيين والنشطاء والمواطنين العاديين. كان الجميع ينظر إلى جماعة الحوثي خصوصا وأن هناك تحرك بسيط أو هناك تحرك قيل أنه خفيف يسعى له المبعوث الدولي للإفراج عن هؤلاء السجناء أو لإقناع سلطات الأمر الواقع بالإفراج عنهم، لكننا نفاجأ بهذا القرار، قرار الإعدام. في كل الأحوال لا يجب أن نطالب الآن بإيقاف هذا القرار، قرار الإعدام. يجب أن نطالب بالإفراج الكامل والفوري عن كل المعتقلين الصحفيين. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد صدام، وأعود مرة أخرى لضيفي من مدينة ميتشيغان المحامي عبد الرحمن برمان، رئيس المركز الأمريكي للعدالة. سيد عبد الرحمن، مرحبا بك مجددا، هل تسمعني جيدا الآن؟ نعم أسمعك. نعم، إذن الصوت يبدو جيد. بداية يعني كنت قد سألتك كيف تابعت قرار ميليشيات الحوثي بقتل مجموعة من الصحفيين والحكم بالسجن لمن تبقى منهم؟ وحقيقة القرار بالنسبة لي ما يكون مفاجئ، من خلال القيادة السابقة التي كانت في بهالقضية تحدث عن أن النيابة عندما جاءت إليها رغم سوء النيابة التي تمارس أعمال غير قانونية وتمارس أعمال مليوية، لكنها وجدت حرشير في ملف القضية التي كان بين يديها، وكانت تحدثت محامين على أنه سيتم الإفراج عنهم في حال ما لم يتم إيجاد أي ضدهم، وطلبت تجهيز الضبط
كان هذا تقريبا في 2012. عيد ملف القضية مرة أخرى إلى السلطات الحوثية، فتم يعني إعادة صياغة اللف مرة وتلف بعض الإهامات عيد مرة أخرى، وأجبرت النيابة على أن تمنع هذه القضية وحيلة المحكمة. لم يكن الأمر مفاجئ مثل هذه المعطيات. جماعة الحوثي كانت إلى توجر يعني نوع رعب للصحفيين، ولكن يقول كل يبحث عن جرمها. جماعة الحوثي سعى إلى تص الشهود مسرح الجريمة باعتبار الصنعة والمقلة تسيط عليها، أصبحت خالية من وسائل الإعلام، أصبحت خالية من الناشطين، أصبحت خالية من كل من يتحدث عنها. فكل ظهر من هؤلاء الصحفيين صحفي شجاع يمكن أن يتحدث يقولوا لهم انظروا كيف مصير هؤلاء الصحفيين، لماذا لم كانوا يعني يتحدثوا يكتبوا عن ما حدث في صحيفة التقرير الآن أو يعني الآن أو ما بعد ذلك. كان كلهم كل جزء أن هؤلاء الصحفيين يتحدثوا أي جرائم ارتكب في صنعاء وما حولها. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عبد الرحمن، وأذهب الآن لضيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب الناشط والضاح المنصوري شقيق الصحفي توفيق المنصوري المحكوم عليه بالإعدام. سيد والضاح، يعني لو تحدثنا هنا عن التفاعل مع هذه القضية، يعني كيف وجدتم تفاعل الناس مع حكم القتل الذي أصدرته الميليشيا بحق توفيق وزملائه؟ التفاعل كان تفاعل إيجابي جدا بكثير من يعني من المنظمات الدولية المحلية الحقوقية الناشطين السياسيين حتى على المستوى الحكومي، بالرغم أنه كان في الفترة الماضية ليس بالشكل المطلوب للأمانة، وهذا يؤسفنا جدا. لكن حاليا أعتقد أنه يجب أن يستمر هذا التفاعل الإيجابي، ويجب أن نصعد من حملة التضامن والتنديد والضغط على الميليشيا الإنقلابية. كل المنظمات الدولية الحقوقية أغلبها، لا نقول كلها، أغلبها أدانت هذا الأمر بقتل شقيق الصحفي توفيق المنصوري وزملائه، وطالبت بالإفراج، ويجب أن يستمر ويكون له تطبيق على أرض الواقع. لا يكفي أن نكتفي بالبيانات التنديد والتضامن، يجب أن يكون هناك تحرك عملي على أرض الواقع، ويجب أن يتحرك المبعوث الأممي للضغط على الميليشيا الإنقلابية للإفراج عن شقيق الصحفي ومحاكمة من تسببوا في الحالة التي وصلوا إليها الآن. نعم، لكن وضح، يعني تتوقعون منهم شيء كالمبعوث الأممي والمنظمات في هذه القضية وإنصاف الضحايا؟ يعني المبعوث الأممي للأمانة نحن ناشدناه أكثر من مرة، للأسف الشديد مناشداتنا محاولاتنا لم تجدي مع يعني منذ المبعوث الأول، منذ جمال بن عمار وإسماعيل ولد الشيخ، والمبعوث هذا الولد إسماعيل ولد الشيخ المبعوث السابق أصدر مذكرة بالإفراج عن الصحفيين بالاسم، ولكنها لم تلقى أي تجاوب لدى الميليشيات الحوثية، أخذتها ولم تتعامل معها بشكل جدي. لذلك نحن نطالب أن يكون هذه المرة تعامل جدي وفاعل على أرض الواقع، أن يتم الضغط بشكل أكثر للإفراج عن الصحفيين المختطفين. نعم، إذن وضح، ابقى معي. أعود لضيفي من سويسرا الصحفي صدام أبو عاصم. سيد صدام، يعني نتساءل عن ما الذي يمكن فعله أكثر من بيانات التضامن والحملات التي تقوم في هذه أو يعني تغطي هذه القضية، ما الذي يمكن فعله أكثر؟ بالطبع البيانات التضامنية والتنديدات وشجب هذه الأحكام هي جزء بسيط، لكن الأهم هي أن تتواصل الجهات المعنية كنقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين اليمنيين، وقد قال الاتحاد الدولي للصحفيين أنه يجري اتصالاته مع الأطراف المختلفة لإيقاف
هذا الحكم وللإفراج الفوري والكامل عن هؤلاء المعتقلين. يجب على المبعوث الدولي أن يولي اهتمامه بالسجناء وخصوصا الصحفيين وحاملات الأقلام. كان هناك للأسف في أوقات سابقة مفاوضات شبه سرية بين أطراف سياسية مختلفة، وهناك تبادل للأسرى، ما سمي تبادل للأسرى. لم يكن الصحفيون والنشطاء من بينهم، وهذا أيضا يعتبر يتحمل مسؤوليته هؤلاء الأطراف جميعا. يجب أن يضغطوا جميعا، المجتمع الدولي يجب أن يضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح السجناء. فقد عانى السجناء الصحفيين من ويلات السجن لمدة 5 سنوات وما يزيد، كانت ظروفهم الصحية تتدهور يوما بعد يوم، منعوا من التطبيب أيضا، ومنعت أهاليهم وعائلاتهم من رؤيتهم. هذا أيضا مثل صدمة كبيرة، وما يزال يمثل صدمة للكثير من المتابعين والنشطاء والمهتمين. يجب أن يكثف الجميع جهودهم من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وليس فقط إيقاف الحكم، يجب إطلاق سراح المعتقلين فورا. نعم، إذن وضحت الفكرة. سيد صدام ابقى معي، نذهب الآن مشاهدينا لمتابعة هذا الاستطلاع من محافظة تعز. يتحدث الناس حول آرائهم من إجراءات الحوثي الأخيرة بحق الصحفيين والكثير من السجناء، نتابع سويا. الإدانات والشقب والاستنكار لا يكفي، نحن دائما نكتفي بالشقب والإدانة. يجب أن تحرك تظاهرات، يجب أن يوقف هذه المهزلة التي تقوم بها تلك الميليشيات، تقوم بإصدار أحكام غير شرعية سواء في أعضاء مجلس النواب أو في أعضاء أو في مواطنين أو في الآن الصحفيين. وإذا تم إعدام زملاء الصحفيين فهذه ندعو إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحقوق الإنسان والاتحاد العام للصحفيين إلى الوقوف بجدية حول تلك المهزلة التي تجري في صنعاء من قبل ميليشيات غير شرعية. في ظل هذه الحرب وفي ظل التهدئات التي تقودها المملكة العربية السعودية في توقيف الجبهات وإعلان هدنة طارئة وفي دخول وباء كورونا الذي المستجد، هم الآن لما يصدروا قرار زي كذا على أساس أنهم خلاص يرسلوا رسالة للبقية، احذر إذا عملت أو أرسلت أو كتبت أو قلت أو كلمة حق فأنت إعدام على طول. هذا هي إجراءاتهم، هذا الحوثاهم كذا. ثانيا على ما نعتقد أنه هذول المحبوسين هم قبضوا عليهم من بداية الحرب، يعني ما لهمش بس تكتموا على خلوهم محبوسين الآن، واصدروا فيهم هذا البيان انه اعدام انهم يعني كتبوا وما الى ذلك، بالرغم انه ما فيش اي كلام يستحق انه يعدموا فيه. هذا ظلم كبير صراحه، ظلم كبير. هذه جريمه قمعيه لاستهداف الصحفيين واسكاتهم عن كلمه الحق الذي ينبغي ان الجميع ان يتكلم عن الممارسه القمعيه الذي يقوم بها جماعة الحوثي، فتم اتخاذ هذه الإجراءات القمعية الإجرامية ضد الصحفيين بالحكم بالإعدام لكي لإسكات الحقيقة، وممارستهم القمعية ضد الحقوق وإسكات الصوت. إذن هذا كان استطلاع من محافظة تعز، وأعود الآن لضيفي السيد عبد الرحمن برمان. سيد عبد الرحمن، يعني من وجهة نظرك القانونية، ما المعيب أو ما العيب القانوني في قرارات الحوثي الأخيرة، كونه يتحدث بأنها صدرت من محكمة ومن سلطة كما يراها؟ نعم، هو طبعا لن نتحدث عن الإجراءات التي تمت ضد الصحفيين سابقا خلافا للقوانين، من عمل الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وما أشبه ذلك، هذه معروفة. لكن ما يمكن أن نعيب على هذا القرار أنه صادر عن ميليشيات لم يكن عن محكمة قانونية مشكلة طبقا للدور اليمني وطبقا لقانون السلطة القضائية. هذا كما تصدر بها قرار بإلغائها منذ سنتين، فأي أعمال تصدر عنها هي أعمال تصدر عن ميليشيات.
وهؤلاء القضاة وأعضاء الذي يعملون بهذه المحكمة بعد أن تم إقالتهم هم الآن يمارسوا صفتهم أعضاء في الميليشيات وليس صفتهم في الصفة القضائية، لأن الصفة القضائية قد سقطت وفقا للقانون وفقا لقرار مجلس القضاء. هذه يعني يمكن أن نقش على أنه حكم قضائي أو قضائي هنا وقرار صادر عن ميليشيات بعملية كما يصبح إلى أحد القناصة قتل أطفال في تعز وفي مناطق أخرى، هم اللي مصدروا إلى مجموعة من أعضاء يسمونهم القط أن يقتلوا يصدروا قبل إعدام 4 صحفيين. دعنا أضيف نقطة مهمة جدا، اليوم صدر بيان جماعة الحوثي عن هذه بعد أرى والضغط الإعلامي الكبير الذي قالوا فيه أنهم سينشرون لاحقة أدلة تدين هؤلاء والمغلات التي كانوا يترسلون بها. هم فقط عندما رأوا العالم كله قد ضج لأنه نحن يعني نعرف هؤلاء الصحفيين ومنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبحرية الرأي من اتحاد الصحفيين الأدلي ولجنة حماية الصحفيين ومصرها بلا حدود، كل هذه المنظمات هي تورى الحوثيين منذ فترة طويلة من أجل الإفراج. وعندما رأوا الصدمة التي تلقاها بحول هذا القرار يحاولوا أن يخفوا من هذه الصدمة، وأيضا الشارع اليمن كله يرفض هذا بهذه الأشياء التي مارسوا في كل محاولة تلفيق إرهام صحيح. هم مارسوا من حبوبهم طول الليل قال اليمني حدثوا عن جرائم الميليشيات التي ارتكبها بحل المواطنين. نعم، لكن سيد عبد الرحمن يعني إذا أقدمت الميليشيا ويعني أصرت على تنفيذ حكمها، يعني كيف يمكن إنقاذ هؤلاء الصحفيين وما هي الوسائل المتاحة حاليا؟ هو حاليا هناك ائتلاف يعني منظمات ونشطين حقوقيين أعلنوا 3 أسابيع تقريبا يسعى إلى الإفراج عن الجناب بشكل عام خصوصا السجلات السياسية ثناء الرأي في ظل جائحة كورونا. لكن اليوم هذا الائتلاف يعمل بشكل كبير جدا في التواصل مع المنظمات الخارجية ومع مكتب البعثة الخاص يتحمل مسؤوليته من أجل أن إنقاذ هؤلاء الصحفيين ويراجع عنهم، ولا نقول إلغاء القرار الذي أصدرته الميليشيات ولكن عنهم وعن كل المعتقلين وعن كل المعتقلين. لدينا عشرات وربما مئات الخاص مصيرهم مجهول منذ سنوات، يجب على الجماعات العنف المسلح في اليمن أن تعلن عن مصير هؤلاء إن كان جماعة الحوثي أو أن المجلس الانتقالي الذي لديه عدد كبير من المختطفين وخفيين قسريا وأيضا جماعات عنف مسلحة أخرى، عليها أن تعلن مصير هؤلاء وأن تفرج عن كل مديها وعلى رأسهم هؤلاء الصحفيين الذين معتقلين منذ 5 سنوات. نحن نعول على المجتمع الدولي إذا أراد المبعوث الدولي لديه علاقات عوة قوية جدا ولديه يعني قدم خدمات كبيرة للجماعة الحوثي، إذا في حال ما إذا أراد كان هناك لديه نية جدية يمكن الإفراج عن الصحفيين مجرد أن يمارس ضغوط، وأيضا تمارس كل المنظمات الدولية والدول التعامل الحوثي عليهم أن يفرجوا عن كافة المعتقلين على رأسهم هؤلاء الحوثيين. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الرحمن. أعود لضيفي السيد وضاح المنصوري شقيق الصحفي المحكوم عليه بالإعدام توفيق المنصوري. بالنسبة وضح لي حالة توفيق، يعني مؤخرا هل لديكم معلومات عن ما هي أوضاع توفيق وبقية زملائه سواء المحكوم عليهم بالقتل أو المحكوم عليهم بالسجن؟ تقريبا كانت آخر زيارة لوالدتي قبل 2 سنين، فكان وضعه الصحي منذ يعني بعد الاختطاف وضعه الصحي سيء جدا. نعم. نتيجة التعذيب المستمر وكذلك المعاملة السيئة والحرمان، وترفض الميليشيات طبعا نقله إلى المستشفى. كانت في الفترة تقريبا قبل 3 سنوات عندما يعني نقلوه إلى المستشفى حالته الصحية جدا رفضت أن تنقله. ها رفض نقلوه بعد أن يعني بعد أن أصبح شبه مشلول، يعني بعد أن أصبح شبه مشلول والله يعني نقل إلى مركز بسيط جدا، يعني التطبيب لم يكن بالشكل المطلوب ولم يعرضوه على طبيب مختص، يعني تطبيب عشوائي.
طيب أفهم منك أنه منذ آخر زيارة لتوفيق والدتي، منذ آخر زيارة لتوفيق وحتى الآن يعني مر عامين منذ آخر زيارة؟ نعم، آخر زيارة كانت والدتي قبل سنتين. لم للوالدة وغير وبقية أفراد الأسرة، يعني لم يتمكن أحد من اللقاء به منذ سنتين. منذ سنتين لم نزوره، يتصل بين كل فترة وفترة كما يعمل مع كل المختطفين، يعني اتصالات رأس مثلا على سبيل المثال 4 أشهر 3 أشهر، إذا قد يعني أحتاج مصاريف شخصية نرسله فقط. أما بالنسبة للزيارات فتوفيق لم تزور والدتي منذ أكثر من سنتين. نعم. طيب هناك من يقول أنه يعني بقيام الميليشيا بإجرائها هذا واتخاذ حكم القتل على توفيق وزملائه وحبس البقية، هو يعني ينذر بقرب موعد الإفراج عنهم، يعني إذا ما عدنا لقضية الصحفي يحيى عبد الرقيب الجويحي، يعني كانت هذه في تلك الفترة أعلنت الميليشيا حكم الإعدام بحقه ومن ثم تم الإفراج عليه بعدها مباشرة، هل يعني يكون أو يفهم الأمر أنه قد يكون بهذه الطريقة هذه المرة؟ طبعا الميليشيات الحوثية هي تصدر أوامر بالقتل لكي تعفو وتكسب وتحول الجرائم إلى مكاسب. نحن إلى الآن إلى اللحظة هذه لم نتأكد هل هي نيتها أن نيتها الإفراج عنه وعن زملائه بعد هذا القرار، لكن نحن نشد على أيدي المنظمات الدولية والحقوقية والمبعوث الأممي أن يتم الضغط للإفراج عنه. لم نعلم نية الميليشيات الحوثية أنها يعني ستتخذ نفس الإجراءات التي اتخذتها مع الصحفي يحيى الجبيحي أو مع قضية البهائيين بعد أن أصدرت حكم إعدام. نتمنى ونأمل أن يتم الضغط على الميليشيات الحوثية من قبل المجتمع الدولي ككل للإفراج عن الصحفيين المختطفين بعد هذه التصعيد الأخير للميليشيات الإنقلابية. إذن نأمل الإفراج عنهم و أن يفرج الله عنهم وعنكم جميعا. أشكرك جزيل الشكر وضاح المنصوري، كنت معنا من محافظة مأرب شقيق الصحفي توفيق المنصوري المحكوم عليه بالقتل من قبل الميليشيات، شكرا جزيلا لك. وأعود مرة أخرى لضيفي صدام أبو عاصم صحفي يمني معنا من سويسرا. يعني سيد صدام، إلى أي حد يمكن الثقة بقدرات المنظمات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين وأيضا المبعوث الأممي كونهم يعني لم يغيروا شيء في مسار هذه القضية منذ خمسة أعوام ماضية؟ نعم، لم يستطيعوا تغيير فعلي على أرض الواقع أو حقيقي، لكن نعم. الضغط يفيد بشكل أو بآخر. فكما ذكر السيد عبد الرحمن برمان أن الجماعة الحوثية مؤخرا أصدرت بيان وقالت أنها ستنشر كل ما يدين هؤلاء الصحفيين. جاء هذا بعد حملة الإدانات والاستنكارات التي قامت بها المنظمات المحلية والدولية. مزيدا من الضغط، بيان الاتحاد الدولي للصحفيين قال أن الجماعة أو جماعة الحوثي أو كل من يقتل الصحفيين أو من يحاول قتلهم سيلاحق جنائيا في المحكمة الدولية، سيلاحقون جنائيا. أعتقد هذه ستضغط على جماعة الحوثي التي تجد نفسها الآن في موقف متقدم بشكل أو بآخر، تجد نفسها أنها أصبحت طرف مهم والمبعوث الدولي يتعامل معها وكل المجتمع الدولي يتعامل معها على أنها طرف مهم في الأزمة اليمنية. أعتقد أنها لن تقدم على إعدام الصحفيين لأن هذا سيؤثر عليها، على الرغم من أنها جماعة ميليشيا أو جماعة
غير رسمية ليس لها أخلاق ولا تلتزم بالقوانين الدولية، لكن تجد نفسها الآن بالتنسيق واستشارة المتعاونين والمتحالفين معها في خارج اليمن، سواء حزب الله أو إيران أو غيرها، سيجدون أنفسهم أنهم في موقف صعب إذا ما قرروا فعلا إعدام هؤلاء الصحفيين. نعم، لكن سيد صدام، لو أتينا بالحديث عن الحكومة، هذا نعم، عن الشرعية، كيف تنظر إلى دور الشرعية يعني في هذا الملف، وخصوصا مع المستجدات الأخيرة وإصدار حكم القتل لمجموعة والسجن للبقية، يعني كيف تنظر إلى دور الشرعية؟ نعم، الحكومة الشرعية يجب أن تستغل هذه النقطة وتستغل بيانات واستنكارات المنظمات الدولية كنقطة على جماعة الحوثي وتفاوض من أجل إطلاق سراح هؤلاء. الحكومة الشرعية للأسف لم تقم بدورها الكامل في مختلف المجالات، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، هناك نقاط ضعف كثيرة في أداء هذه الحكومة، لكن يجب أن تستغل هذه النقطة كنقطة سوداء على جماعة الحوثي ونعم وتقترب أكثر من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة ومن الجهات الفاعلة في الأزمة اليمنية من أجل الضغط على جماعة الحوثي حتى يتم إسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية وإعادة اليمن لليمنيين أو التوصل لحل سياسي بأي صورة كانت، مما يجعل السجناء طلقاء عند أهاليهم. نعم، إذن الصحفي صدام أبو عاصم كنت معنا من سويسرا، شكرا جزيلا لك، وأعود لضيفي المحامي عبد الرحمن برمان. سيد عبد الرحمن، هنا تساؤل أخير عن تقييمك ليس التقييم وإنما التحديات، يعني ما هي التحديات التي يمكن أن تعيق تحقيق العدالة بالنسبة لهؤلاء الصحفيين والكثير من السجناء في اليمن، سواء لدى الحوثي أو بقية الميليشيات والفصائل؟ حقيقة أن الأكبر تحدي هو أن يكون هناك تجاعس من المنظمات المدنية، نحن نعويها كثيرا، وناشط حقوق الإنسان، وهم اليوم يتداعوا يعني يتكتلون في إطار حملة كبيرة جدا ربما تجاوز كثير من هذه العوائق والمشاكل. أعتقد أنه أيضا أي تجاعس من قبل الحكومة الشرعية سيكون من ضمن الأوائق في إنقاذ الصحفيين وأيضا المعتقلين جميعا. على أيضا المجتمع الدولي، الأمم المتحدة ومبعوثة إذا لم يتحقوا تحرك جاد، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة يمر بها العالم ويمارسوا ضغوطهم على كل الأطراف التي لديها غناء، إنه سيكون الوضع خطير جدا، يعني وصل في حال ماذا لا سمح الله وصلت الكورونا إلى اليمن، ستكون جون كما كانت في أيام الكوليرا، الأمراض ستكون بؤس، يعني لا سمح الله ربما قد تستخدم أيضا إقدام سيء يترك هذا المرض ينتشر بين السماء للتخلص منهم. لذا نحن نقول من الآن يجب على كل من لديه يعني ماذا بالنسبة للشرعية سواء الجانب الرسمي أو الجانب المي، بالنسبة للشرعية ماذا؟ على الحكومة الشرعية أن تمارس دورها، لديها سفراء، لديها مندوبين في المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، في المنظمات الدولية، يجب أن يتحقوا. نحن نرى اليوم أنه ناشط حقوقي أو ناشط حقوقية موجود في سويسرا، في يعني أمريكا، في أي مكان في العالم، يعمل أكثر من ما يعملها السفراء ومندوبي الحكومة. يعني هناك يعني نعرف أنه الحكومة كان لها دور يعني يصدر عدد من البيانات والإدانات، لكنه هذا أنا أعتقد أنه الغير كافي، يجب أن يكون هناك تحرك فعلي وأن يكون هناك لقاءات ورسائل من قبل مندوبي الحكومة اليمنية في أكثر من بلد وفي أكثر منظمة
للتحرك لإنقاذ السجناء. هنا آلاف السجناء موجودين، يعني نحن نتحدث اليوم الصحفيين كنموذج، لكن لدينا آلاف والمئات المخفين دسرا وغير معروف مصيرهم، يجب أن يتم إنقاذهم وأن يعودوا إلى أهاليهم. هذا الألم والوجع الذي تؤثر المعتقل في كل ربيع من. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة، شكرا جزيلا لك، ونكتفي مشاهدينا بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة من بين قوسين. كما أشكر أيضا بقية الضيوف، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.